بسم الله الرحمن الرحيم، لحضراتكم التحية. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه العبارة المضيئة المشرقة التي تجمعنا بها بوابة أخبار اليوم وأحسن القصص، حيث يقول يوسف لصاحبيه في السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أنتوا عارفين عندما يدعو، لا إله إلا الله يا رب، عندما يدعو يوسف عليه السلام نزيلين معه في السجن إلى عبادة الله بهذا المنطق، أنتوا عارفين حضراتكم إن سورة الإسراء كما أقول بتعبيري العاجز جاء فيها أن توحيد الله نعمة؟ كلام جديد، يمكن يكون كلام جديد. توحيد الله عز وجل نعمة، يا سلام. طبعا، لأن ربنا قال إيه بقى في سورة الإسراء؟ قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل الحمد لله. وجي في سورة الكهف قال: ولا يشرك في حكمه أحدا. أصل هو واحد لوحده، لو كان ربنا أكثر من ثلاثة، أكثر من واحد، لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتا، هيتشاكسوا هيختلفوا. وفي توقعات في علم العقيدة تقول مش هينفعوا نهائي، ولازم يكون إله واحد، والمركب لازم يكون فيها ربان واحد، قائد سفينة واحد. يبدو أن هذا من الفطرة، يعني الناس تعلم أن الواحد خير من الأرباب المتفرقين، يعني رب واحد كفاية. الناس بفطرتها أو بفطرتهم يعلمون هذا. من أجل هذا دعا يوسف صاحبيه في السجن إلى شيء يفهمونه. أنا بخاف على روحي، على أولادي، على الأمة الإسلامية من ضياع ما استقر في النفوس عبر التاريخ. هقول لكم مثال صغير جدا، يعني لما يستقر في نفوس البني آدمين من يوم آدم إن الشطة بتحرق، ويجي واحد مثلا يغني في حلاوة الشطة اللي بتحرق، هرسوخ. يعني الآيات تنقلب، يعني لما تلاقي واحد بيسرق والسرقة دي منقصة ونقيصة وعيب وغلط وكوخة وحرام، وتبقى عيني عينك، بخاف من ده. بخاف ان اللي فطر عليه الناس وأصبح لا يعني ينتطع فيه عنزان انه يتغير، وان الناس تتغير، وبالتالي لما تيجي تخاطب حد من فطرته مش هيستجيب له، ما عادتش فطره، اتدمرت. يعني تخيل حضرتك لو واحد بيقول لواحد: ارباب متفرقون خير ام الواحد، بلاش الله، والاجابه عند كل الدنيا من ايام ادم ما اتخلق واحد احسن من جماعه متفرقه. تخيل لو واحد يقول لك ايه: جماعه متفرقه. يا جدع، بقول لك جماعه متفرقه ولا واحد؟ يقول لك جماعه متفرقه. قول لي بقى ده تقعد كام سنه تقنع فيه، لاني فسدت فطرته. يا ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ هو كان في دعوه لسيدنا يوسف داخل السجن، وعلى ما يدل ذلك؟ ده أنا عندي الدرس ده بتريليون يورو مع دولار مع جنيه مصري اللي جاي ده،
مع بوابة أخبار اليوم التي تحييكم، وتحياتي مبروكاتي.